وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون الله وتكون ويكون آدم عليها، قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، نعم، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس شيئا من المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من الجنة فيها شيء فيها شبه من إيش من القمر لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة